انظر يا صديقي، صلي على النبي أولا، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، وإن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، زيدوا النبي صلى عليه أفضل الصلاة والسلام. وحكمة اليوم هي: الحقيقة مثل النحلة، تحمل في جوفها العسل، وتحمل في ذنبها أي في ظهرها الإبرة. افهمها وتوكل، وما تنساش الاشتراك والإعجاب وتفعيل زر الجرس وتشجيع المحتوى التعليمي وفي رعاية الله وأمنه وحفظه.